ده بدأ سباحة. بدأت ايه في النادي الأهلي يا عبد الرحمن؟ لا انا بدأت في الأول خالص مدينة نصر، كنت بلعب في مدينة نصر. كويس. بس انا اتولدت الصراحه اهلي كلهم كانوا بيلعبوا فولي. ما يعني الفرق بقى ده، انت عندك فولي هو سباحه. انا عارف يعني عايزك تحكي الموضوع. انا اتولدت لقيت اخويا واختي بيلعبوا فولي. طبعا اخويا كان شاب لسه في نادي مدينة نصر وبتاع، كنت اروح معاه التمرين واتفرج عليه، وبعد ما اخلص تمرين العب معاه شويه. ده كابتن محمد الحسيني. لازم نقول ان كابتن عبد الرحمن الحسيني اخوه الاكبر، كابتن محمد الحسيني نجم النادي الاهلي السابق وكان من النجوم الاساسيه في النادي الاهلي، لكن دلوقتي هو في نادي سموحه. خلينا نكمل الحوار مع كابتن عبد الرحمن الحسيني، اتفضل. بس لحد ما يعني عجبتني اللعبه، وطبعا لما كبرت قررت ان انا امشي على نفس الخطى الرياضي بتاع اخويا. بس لحد ما ربنا كرمني برضو ورحت النادي الاهلي. تقريبا وانا عندي 9 سنين كابتن احمد ثابت طبعا ليه فضل كبير، هو اللي جابني النادي الاهلي. بس والحمد لله يعني مكمل. مكمل. وهتكمل فولي خلاص ان شاء الله. هتعدي الحسين الكبير ولا ايه؟ يعني بدعي ان شاء الله.